انه نحن نتحرك او نقدر نستغل يعني هالعمل باي شيء اللي كان. اذا وصلتوا لهون انا في اقعد هون. وقتها كان بعبدا قصر بعبدا ومدرسة الجمهور يعني مبينين من منطقة المكلس. كانت القوات الإسرائيلية تتقدم من مختلف المحاور باتجاه بيروت، وانكفأ الفلسطينيون إلى أن الجيش الإسرائيلي واجه مقاومة ضارية عندما قام اللواء الجولاني وهو من خيرة الألوية الخاصة في الجيش الإسرائيلي باحتلال قلعة الشقيف التي زارها بيغن للدلالة على أهميتها. אנחנו פה זמן את הכיוון לעומק שטח לבנון, את נבטיה. זה אולי הדבר המרשים ומטביע על חשיבותה של המקום והסיכון הביטחוני החמור שהוא היווה במשך שנים. وكذلك فقد أبدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب مقاومة عنيفة للقوات الإسرائيلية أعاقت احتلال الغزاة لها لأيام عدة. أصبحت المخيمات مناطق منكوبة. وين كنتوا ساكنين؟ هي هنا. هاي كان بيتكم؟ هذاك هذاك الجوان اللي مكون. هذا الجيران. مرحبا. مرحبتين. وين انتم ساكنين هناك؟ اسا بيت الطرق. قاعدين. ما بدنا نسكن، فيش إلا مطر. شلون بفتش؟ نعم شلون بفتش؟ عم بفتش على على الميزان وعلى العيارات وعلى السياخ. عم بفتش وهي السهلة هيا. عم بفتش على السهلة بركي لأنها انغرض وكل الأغراض دلت فيها، كل المحلات دلت فيها، راحت كلها بقى المنطورة كلها راحت فيها. ايه ولكن استمرت الانتقادات نتيجة تقهقر منظمة التحرير الفلسطينية العسكري. ليش ما قدرت الناس تواجه؟ نعم عارفين ولا مش عارفين؟ اتقل انت قل لي مين بيقدر في هذا العالم العربي دولة وجيشا وطيرانا وبحرية وغواصات يواجه إسرائيل؟ ما لقيته إلا منظمة التحرير لكونها بتعرف اللي بدها تواجه كل هذا الجيش الإسرائيلي. نعم شو نحن طرزان؟ حافظ الأسد وسوريا دخلوا المعركة 5 أيام ووقع وقف إطلاق النار بعشر حزيران. نحن لعنا طيران وممنوع كنا ندخل صاروخ مدى أبعد من هالقد. سوريا تمنعنا. صحيح أن سوريا وقعت اتفاق وقف إطلاق النار دون استشارة أحد، ولكنها قاتلت بشراسة. كان إجبار القوات السورية على التراجع وتحويلهم إلى متفرجين بينما تشتعل المعركة في بيروت
أمرا مذلا جدا للسوريين، ولكنهم احتفظوا بلواء في بيروت ولم يستسلم وصمد فيما كانت دمشق تحثه على الصمود. وفي الحرب تفعل ما بوسعك. لم تكن سوريا في تلك الفترة تملك القدرة لمحاربة إسرائيل، خاصة بعد الخسائر التي منيت بها دفاعاتها الجوية في ساحل البقاع وجزء كبير من سلاحها الجوي. كانت سوريا في الأيام الأولى للاجتياح لا تزال تعتقد كما اعتقد الجميع أن العملية الإسرائيلية ستكون محدودة. استغرق السوريون ما بين 48 و 72 ساعة ليفهموا ما كان يجري، البعد الحقيقي للعملية. لم يستوعبوا الأمر في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، وأعتقد أن الفضل يعود لعلي أصلان. هو الذي فهم ما كان يحصل وخطة شارون الحقيقية. لم تكن لديه معلومات استخباراتية جيدة، ولكنه تمكن من وقف تقدم القوة الإسرائيلية المتجهة إلى ظهر البيدر، وحصل على وقت إضافي لجلب المزيد من القوات إلى سهل البقاع لإقامة خط دفاعي هناك. قاتلت القوات السورية بشراسة في البقاع عندما وجدت أن التقدم الإسرائيلي بات يدنو من العمق الاستراتيجي للأراضي السورية، فاشتبكت دبابات وقوات خاصة سورية مع الجيش الإسرائيلي وألحقت به خسائر جسيمة. الإسرائيليون أول من يعترف أن المشاة السوريين أبلوا بلاء حسنا، قاتلوا بشراسة. Begin in the end there was a question that just came up repeatedly. أرادت القيادة العسكرية الإسرائيلية السيطرة على طريق بيروت دمشق. Beirut Damascus Road. إلا أنها قالت لبيغن إنها منيت بخسائر جسيمة. Military told him that they'd have. ولذا تراجع بيغن. Very heavy casualties. So Begin pulled back. في أجواء لبنان حصلت إحدى أضخم المعارك الجوية في العصر الحديث. الصواريخ التي كانت سوريا قد أدخلتها إلى لبنان في ذلك الوقت كانت موجودة في معزل عن شبكة الدفاع الجوي السورية المركزية التي كانت مكلفة بالدفاع عن الوطن السوري، عن الأجواء السورية ضد أي هجوم جوي إسرائيلي. لذلك كان من السهل على الطيران الإسرائيلي أن يعزل هذه الصواريخ، هذه البطاريات عن سائر شبكة الدفاع الجوي السورية المركزية، وأن يعمل على تدميرها واحدة تلو الأخرى دون الكثير من العناء. ثالثا هناك العامل التقني، هذه الصواريخ كانت صواريخ تعود إلى حرب 1973، إلى حرب تشرين. بكلام آخر، هذه الصواريخ، هذه الأنظمة مثل سام 3 وسام 6 وسام 7 وغيرها وسام 9 كانت يعني أساسا هي الأسلحة التي خاض بها العرب، أي مصر وسوريا، حرب 1973. وفي حرب 1973 نجحت هذه الأنظمة ضد سلاح الجو الإسرائيلي كما كان عليه سنة 1973. لم يكن ذلك يعني على الإطلاق أنها ستنجح مرة أخرى ضد سلاح الجو الإسرائيلي كما سيكون عليه عام 82 أو كما كان يفترض أن يكون عليه في أي مرحلة لاحقة. يبدو أن المواجهة الجوية التي حدثت في أجواء البقاع وأجواء لبنان عموما أدت إلى سقوط ربما ما يتراوح بين 70 أو 80 طائرة سورية دون خسارة إسرائيلية، وفي فترة زمنية طبعا العمليات على مداها استمرت أياما عدة، ولكن الجزء الأساسي من المواجهة الجوية تم